بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم بإذن الله تعالى عن أعمال هذا اليوم يوم الجمعة. نعم. أمننا الأفضل في دراسة الناس أرقزني فالناس الجدران من الأولاد محمد صلى الله عليه وسلم كان رسول الله كيفية تسمو رسيكا إليسان كسانا ما كاسكني زابا تكنا نحن تكلمنا بالأمس أن في مجالس العلم يعني لابد أن نتأدب، يعني لا أحد يتكلم وتقترب يعني. نعم. كيزيفني رسالتي كتمان أمني في بيتنا في رسالة مركز كنفال لنا دي ميلا بيتنسيكا فانبالا لنبوما mila fanakaika aristuk ni irisadisika rifamadiha ni fakinara. Jibril alayhi salam jaa ila majlis al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Li bin anzik al-Katab, anzik al-Katriya, Jibril alayhi salam diya tungatam ni fibril ni pavnan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jaa ila majlis al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam lam yatakallam. رفتون رئيس تم في برين طبنا محمد صلى الله عليه وسلم إزاني تونك ما يجيبين إيزي تسين رئيسك دنا من النبي صلى الله عليه وسلم اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يجلس بعيدا عن النبي عليه الصلاة والسلام أري فرم زي تونك دي لنا تايكي أن طبنا محمد صلى الله عليه وسلم إيز فتسين بيجة الأفجابيان يمقوين أنصت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاطعه في الكلام. دي سنتبعني ني رزكا زينتون تمنى صلى الله عليه وسلم تمنزل في فرينيزان فبجدا ننكينا ني مصارس. جلسة المتعلم المتأدب يعني لم يمد رجليه أو يتكئ. نعم. تينا نبيجدا نتبوكي أن بحيرينا فانتزانا زن إيزي وزاني في بيتان كل بيانات أولوي ما نفعلنا ما نفعل لكم فتسوي في بيتان كل ما نمتنا من بتشابتشا نوتنزان ظهر على جبريل عليه السلام أثر طلب العلم في لباسه. نعم. إذا تم بزاني جبريل عليه السلام بزاني ني انفيركا وزاني فنرينا ني إذا لابد أن نتأدب بالآداب التي تأدب بها جبريل عليه السلام في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. كان مزن سيكون لنا دسمت مقاليس ميانا أبني فوق زي نانا جبريل عليه السلام تمزن تكرر رفان ياتشني في برينا نتون فكنا نتون محمد صلى الله عليه وسلم.